السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين مسيحة، اتق الله عيسو وقتا لا تحسد من لا يحب لا يحب الحياة شكر الإيمان الطهور شكر الإيمان الصلاة نور إنما الإيمان بالله خالق الناس بكل كلمة قل آمنت بالله اسمه مستقيم أنت أعوذ بوالده إذا سألت فسأل الله من كشف ليس منا كل مشكل خيام شكرا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.